مجموعة متنوعة من الأمراض يمكن أن تظهر على شكل كتلة في العنق، فيلجأ المريض مسرعاً إلى أقرب مركز صحي للإطمئنان على صحته. شخصت هذه الحالة بعد إجراء الفحوصات اللازمة بأنها انتفاخ في العقد البلغمية أو ما تسمى بالعقد اللمفية. يتميز جسم الإنسان بالتخصص الوظيفي والبنيوي، حيث يتألف من مجموعة أجهزة لكل منها وظيفة معينة ومحددة، وبتكامل عملها يتم إنجاز الوظائف الحيوية على أكمل وجه. يؤمن جهاز الدوران البلغمي أو يسمى بالجهاز اللمفي مع جهاز الدوران الدموي توازن الوسط الداخلي لأجسامنا، حيث يعملان معا ليكمل أحدهما الآخر لأداء وظائف مهمة في الجسم. يتكون الجهاز البلغمي من الأوعية البلغمية التي تنتشر في جميع أنحاء الجسم، والتي تحوي داخلها على سائل أصفر شفاف يشبه في تركيبه تركيبة مصورة الدم. يسمى هذا السائل بالبلغم أو اللمف، والذي يتشكل من ارتشاح المصورة وانسلال بعض الكريات البيض من جدران الأوعية الدموية. ينتشر على طول الأوعية البلغمية انتفاخات تسمى العقد البلغمية، ويقدر عددها ب 600 عقدة تقريبا. تتوزع هذه العقد في مناطق مختلفة من الجسم، ولكنها تكثر في العنق وتحت الإبطين وفي منطقة المغبن. يتكاثر ضمن العقد البلغمية نوع من الكريات البيض يسمى بالبلغميات، التي تتمتع بالقدرة على الانسلال من الشعيرات الدموية والعودة إليها، والتي لها القدرة على مهاجمة الأجسام الغريبة كأنواع الفيروسات والجراثيم. وتنشط تلك العقد البلغمية في أثناء الالتهابات، حيث تتضخم ويزداد حجمها، ويعود ذلك لتوارد الدم إليها بكثرة ليؤمن أكبر كمية ممكنة من تكاثر البلغميات لتستطيع الدفاع عن الجسم بالصورة الأمثل. لذلك يمتاز البلغم بوظيفة دفاعية، بالإضافة إلى تمتع البلغم بوظيفة غذائية وإطراحية، حيث يحوي البلغم عند ارتشاحه من الأوعية الدموية على نواتج الهضم النهائية والأكسجين، فيغذي كافة خلايا الجسم، في حين تنتقل الفضلات وغاز ثنائي أكسيد الكربون من الخلايا إلى الشعيرات البلغمية، ومنها إلى الأوعية البلغمية التي تجمع السائل البلغمي وتعيده إلى الدورة الدموية. أكبرها القناة الصدرية التي تصب في الوريد الأجوف العلوي، ومنه إلى الأذين اليمنى في القلب. هناك أعضاء ملحقة بالجهاز البلغمي تعود أهميتها لتخليص الجسم من السموم والمواد غير المرغوب بها، تتوزع في أماكن مختلفة من الجسم، منها الزائدة الدودية التي تقع أسفل تجويف البطن في الجهة اليمنى، أما الطحال فيقع أعلى تجويف البطن في الجهة اليسرى، والغدة التيموسية الموجودة داخل تجويف الصدر أعلى القلب، اللوزتان اللتان تقعان تحت الفك السفلي على جانبي العنق، بالإضافة إلى نقي العظم الموجود في القناة المركزية للعظم. يعد الجهاز البلغمي بمكوناته مركزاً للمناعة في أجسامنا ضد أي عامل ممرض، لذا ينبغي لنا أن نعتمد نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً، وذلك عن طريق الاهتمام بقواعد الحياة الصحية من نظافة طعامنا إلى ممارسة الرياضة والابتعاد عن كل ما يسبب الأذى والضرر لأجسامنا، مما يضمن المحافظة على استمرارنا بقوة أجسامنا وسلامة عقولنا.